اللي انتوا بقى ما تعرفوش ان ماما دي اشهر واحده في عيلتنا بتاعت مخللات، وبالذات الليمون. مفيش حد بقى من الجيران والحبايب ما دقش الليمون بتاعها. الليمون ده من الليمون بتاع السنه اللي فاتت، الليمون بتاع السنه ده هيقعد كده لو عملتيه بالطريقه بتاعتي. يلا يا بنتي الف انا وشفا، وان شاء الله ربنا يوفقك يا بنتي يا رب، وراحك يا بنتي، وخلي لك جوزك وعيالك. سلام يا روح مامي. لايك وشير بس على الفيديو ده قبل ما نبدا، ويلا بينا. عندنا بقى يا ولاد شويه ليمون بعتهم لنا ست الحبايب يا حبيبي علشان نعمل طريقه الليمون بتاعها. وده ليه؟ علشان طنط ام احمد جارتنا بتدوق الليمون بتاع ماما وتقول لها الله ده جامد قوي يا ام يوسف، ما تخلي بنتك تصوره لنا فيديو. وبما ان الليمون رخيص يا ولاد، يلا نعمل الطريقه بتاعه ماما الجامده الجموده. احنا بنجيب حله تكون واسعه ونحط فيها الليمون، الليمون يبقى مبحبح كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بسيبه على النار لحد ما الميه تبتدي تغلي زي ما انتم شايفين. هي مش هتغلي هنا، انا طفيت النار وهغطيه وسبته بقى حوالي 8 ساعات في الميه دي. وهنا بقى بصراحه كنت بقول لكم باين، انا دخلت نمت، وهنا تاني يوم بعد حوالي 8 ساعات. بصوا الليمونه يعني طريه بس ماسكه نفسها، يعني عامله زي الاستيك كده زي ما انتم شايفين، مش مهريه. وعندنا حوالي 5 قرون من الفلفل الاحمر، هقطعهم كده بشكل عشوائي وهطحنهم بقى في الكبه زي الهريسه بتاعه الفلفل كده. وخلي بالكم يا اولاد، انا هنا ما حطيتش مع الفلفل اي حاجه، يا دوبك هو فلفل بس اللي ضربته وبقى معايا بالشكل ده. وطبعا لو عندنا بتاع المحبحب الصغير دوت اللي هو حبه البركه هناخد منه كده شويه، وده بيكون يعني بيدي نكهه حلوه بس ما نكترش عشان هو بيغمق الميه بتاعت الليمون. تمام تمام ان شاء الله. وبعد كده هجهز جنبي كده حوالي كوبايه من الملح، هقول لكم هناخد منها قد ايه بالظبط. وهجيب بقى برطمان ونحط الاول معلقه من الملح كده في الارضيه، وبعد كده ارص طبقه من الليمون. يعني البرطمان الطويل ده ممكن نعمله 3 ادوار دورين، مش هتفرق يا جماعه. المهم وبعد كده فوق الليمون بنحط معلقه من الهريسه ورشه من حبه البركه، يعني هم 3 طبقات، معلقه ملح وبعد كده الليمون وبعد كده هريسه الفلفل ورشه من حبه البركه، وده بيكون اختياري. وهكذا الطبقات كده فوق بعض لحد ما البرطمان بيخلص. اهم نقطتين في الموضوع ده ان انتوا تترسوا وتضغطوا الليمون كده وتدوسوا عليه، ما تقلقوش خالص حتى لو كرمشت شويه، علشان تملوا وتضغطوا البرطمان كويس جدا. تاني ملحوظه مهمه، لازم وضروري معلقه ملح على الوش عشان هي دي ماده الحفظ يا جماعه، مهم جدا. طيب انا انجي ما عنديش برطمانات طويله، حبيتي تستخدمي اي برطمان فاضي، برطمان مربى، برطمان كان فيه جبنه، برطمان بتاع الصلصه حتى، واعملي كده بنفس الطريقه. اهم حاجه الطبقات، ملح ليمون فلفل وحبه البركه، وعلى الوش معلقه ملح بالشكل ده بالظبط. وتاني ملحوظه مهمه، ممنوع منعا باتا تحطوا ميه من الحنفيه او من الفلتر على الليمون، لا احنا بنجيب كوبايه كده من ميه سلق الليمون وبننزل كده بسرسوب من الجنب لحد ما نوصل لثلاث ارباع البرطمان ميه، وده علشان لسه الليمون ده هينزل الميه بتاعته خلال الكام يوم الجايين، فالربع اللي احنا سيبناه فاضي ده هو هيزيد من ميه الليمون لما ينزل منه. وبغطي بقى بكيس بلاستيك الاول وبعد كده بالغطا بتاع البرطمان، وما بحركوش بقى، بسيبه زي ما هو. بس انا هنا علشان التصوير بوريكم الشكل عامل ازاي. طبعا الليمون دلوقتي رخيص جدا، واللي بيخزن الليمون ويخلله فاهمين ان ده وقت تخليل الليمون للسنه كلها. الناس بتعمله من دلوقتي بقى، بيشيلوا رمضان او للتخليل عموما طول السنه. انا هاخدهم فين الليمون دوت؟ انا هسيبه على الرخامه هنا، مش هقرب له خالص لمده 10 ايام. لو حابين تاكلوا منه تقدروا تاكلوا منه بعد 10 ايام. اول ما تفتحي منهم اي برطمان لازم يدخل الثلاجه مجرد ما يتفتح. طب لو ما فتحتش الباقي يا انجي، سيبيه مركون في تحت مكتب، في ظرفه، في اي حاجه، مش هيجرى له اي حاجه لمده سنه طالما ما اتفتحش. يا جماعه البرطمان اللي شفتوه في اول الفيديو ده كان بره الثلاجه طول السنه اللي فاتت دي كلها، ما حصلوش اي حاجه. اهم حاجه ما يكونش اتفتح من ساعه ما اتعمل، اول ما يتفتح يدخل الثلاجه. اظن انا كده قلت كل حاجه. يبقى اهم تريكات، تضغطي الليمون كويس وتحطي معلقه ملح على الوش وتملي 3 ارباع البرطمان من ميه سلق الليمون، ودي مش هتبقى مره يا جماعه، هو ما لحقش يغلي. تسلم ايديكي يا ست الكل، وتعيشي وتعلميني، بحبك قد الدنيا دي. ولو لسه ما بتشوف الفيديو لحد اللحظه دي، فانا بشكركم جدا من كل قلبي على المشاهده، وبتمنى ان الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. ولو حسيتوا بقى المحتوى ده يستاهل الدعم، مش الدفن، اعملوا لايك وشير. وكنت معاكم انجي نجيب، وصحتين وهنا، واشوفكم الوصفه الجايه.